بالنسبه للقراءه التقنيه ديال المقابله هذه، يعني شنو نقول لك؟ نقدر نقول لك اول مقابله اللي ما استهلوش نخسروها هي هذه. اول مره كنشوف اللاعبين عطاو اللي كانوا كان كلشي كراغب، يعني تكون هذه انطلاقه مع النتائج اللي كانوا قبل هذيك حفزوا الدراري. وش نقول لك؟ عمري شفت شي سؤال، انا ما كنهضرش يعني هي كره 1+1 كتساوي 2 ما كاينش هذه، ولكن اول مره كنشوف يعني الحظ معكس بواحد الطريقه ماشي عاديه. المهم هذه هي كره القدم. وبالنسبه عاود كنرد هذا الشيء، هذا التسرع ديال الدراري، يعني فحال دابا عكسونا النتائج، بغينا دغيا نسالو، حنا ما كرهناش يلا دخلنا نماركيو، يعني خصنا غير فوقاش نربحو ويصفر الحاكم، يعني بحال اللاعبين بحال هذيك الهدف الذهبي فوقاش ما ماركيتي سالينا باش نقولها لك. يعني ملي كتكون شحال هذه مجربين، نقدر انا دابا دوس لعابه ولا كذا عارف هذه الحالات، وحنا معنا الدراري باقيين صغار، يعني كاين دراري اللي تما راه اول مره كيمر في مراحل بحال هادو، يعني لاعب باقي صغير وباقي وجا، يعني احنا باش ندمجنا، يعني كيكون عندك فريق فيه نجوم وكذا، بحال اللي كنقولوا كتزرع هادو تقريبا لعابه صغار جاوا خداو واحد المسؤوليه كبيره عليهم، واش فهمتي؟ يعني انا ما كنشكرهم بزاف على هذه المقابله بالضبط، يعني كل شيء باغي يعطي والغالب الله اللي بان لي فهمتي.